أقل من 800 ألف عشان يقدر يفتح بيت بمعنى الكلمة، ما بين أجور غالية وما بين كهرباء ومية ومصاريف الحياة. طبعا لازم يكون اقتصاده أكثر من هيك، أو تكون مثلا موارده وضع سيء جدا، وضع اقتصادي، لازم يكون وضع اقتصادي كثير ممتاز، يعني أقل شيء 700-800 دينار حتى يعني لغاية 1000 حتى يقدر يتزوج. أمور الحياة صعبة جدا يعني كحد أدنى. والله يا عمو الحياة صعبة صارت، يعني هسه أقل من 1000 دينار ما بقدر يفتح بيت، خاصة إذا بدفع أجار بيت، يعني 1000 دينار بحسه تحت خط الفقر تقريبا، رينج 500-700 هيك. هو يعني مش 100% بس يعني منيح. لازم راتب 500 دينار أقل شيء، لأنه مصاريف للبيت، مصاريف للأهل قبل الزواج، مصاريف للسيارات، مصاريف حق المهر قبل الزواج عشان يوفر مصاريف حق بيت تو بناية بيت أو يستأجر شقة. من 450-500، يعني نشوف ظروف الحياة هيك صعبة، يعني تقريبا إجراءات الدور غالية، يعني أقل دار 150 ليرة، يعني 450 قليل، أقل من 500 حرام، أقل بيت 250-170، لكن الوضع الحياة كمان غالي مقبول يعني، غير هيك لا. لا يقل عن 800 دينار الحد الأدنى، لأنه الحياة جدا غالية صارت عندنا بطريقة مش طبيعية يعني، وكل شيء التكاليف عالية جدا. لا ممكن كبداية زواج ممكن، بس لما يصير في أطفال 800 دينار لا يكفي بالتأكيد، لا بده كل طفل بده يزيد حوالي 250-300 دينار كل طفل، فتخيل عنده 3 أطفال بده ضعف هذا المبلغ، مش أقل من 1500 دينار يعني كحد أدنى، يعني مش أقل من 1500 حتى يعيش حياة كريمة، إنه ما يكونش محتاج يعني في ضمن هاي الظروف اللي إحنا بنعيشها حاليا يعني. والله بصراحة يعني بالوقت الحالي مش أقل من، يعني أكون صادق، 800 ألف دينار يعني حتى بيقدروا، يعني لأنه حياة غالية كثير، يعني الأجرات غالية، المتطلبات كثير، يعني أقل من هيك صعب، يعني نقول كريمة بالوقت الحالي يعني، مع الأولاد مع الجيزة مع مصروف السيارة، يعني إذا بدك سيارة ولا في سيارة يعني قولها ممكن تمشي أمورك بيها، أما أقل من هيك صعب يعني بالأيام هاي، رواتب 400-500 والله صعب يعني، ما بتعيش ما بتفتح بيت نهائي. 350 حد الأدنى يعني لازم يكون شخصين يفتح بيت يكون يعني يقدر يعيش بيه، أما 220 صعب، هذا الحد الأدنى اللي هسه موجود للرد 220 يعني بس ما يكفي، يعني لازم يكون فوق 350، هذا الحد الأدنى، يعني مو الحد الأدنى أنه يعيشك يعني أنك ما تمد يدك أو تطلب من حدا، هذا اللي يعيش اثنين، أما إذا كان في أولاد في عيال في مدارس ودك أكثر من 400 كف. هلا اطلع علي، يعني أقل راتب لازم يكون حبيبي اقل شيء 1000 دينار يمكن كمان قليل بصراحه بحكي معك. ليش هلا اقل بيت اجار بيت اقل بيت 250 دينار كهرباء اقل شيء، يعني سلفك كهرباء واجار بيت ومي، هاي انت بتحكي لي 350 دينار، فهمت كيف؟ مواصلات واكله وشربه هاي صفه بده كمان 500 دينار، مصروف بيته 400 دينار هاي 1000، يعني صراحة الحد الأدنى للرواتب ما بيكفي غير أجار بيت بعمان، يعني أقل إشي لازم 600-700 دينار، مش أقل من 500 دينار، يعني 700 الحد الأدنى لازم عشان الواحد يفتح بيت. صح، يعني ما بزبط بهاي الحياة إنه ياخدوا 260 كحد أدنى، يعني مفروض يكون فوق 700 عشان يقدر يعيشوا. والله شوف هلا بالنسبة للعزابي أقل إشي لازم يكون 500، وإذا كان متزوج عنده عائلة وعنده أفراد أسرة أقل إشي لازم يكون 1000 أقل إشي، لأنه عندك مصاريف أجار بيت لحاله 200-250 هيك أحسبيها، عندك كهرباء عندك مية راح تسكر 250 أقل ما فيها، وعندك مصاريف البيت وعندك احتياجات البيت وعندك، يعني أقل إشي بدك كل يوم للبيت 10 دنانير، هذول أنت مش حسبيتهم، وبكون في اكل بالبيت وفي طبيخ، هذول 10 دنانير مش محسوبات.